السلام عليكم اخواني متابعين قناة فنون تربية النحل على اليوتيوب، الله يعطيكم العافية مع حلقة جديدة من حلقاتنا اللي هو كورس تربية النحل للمبتدئين. اليوم عنوان حلقتنا: شو اللي يحدث للنحل عند ارتفاع درجات الحرارة بعد فصل الشتاء بداية موسم النشاط؟ بعد شهور من البرودة والخمول، زي ما بنلاحظ النحل يعود للحياة، زي ما بنلاحظ الآن قدامكم على الكاميرا خروج النحل وقدومه، النحل يعود إلى الحياة. لكن سؤال: كيف يؤثر ارتفاع الحرارة في بداية الربيع على سلوك النحل؟ وهل كل الخلايا تستجيب بنفس الطريقة؟ يعني مثل ما احنا ملاحظين هنا كمية النحل السارح ما شاء الله عليه، إذا بتيجي على الخلية هاي، شايف؟ إذا بتيجي على الخلية هاي بتلاقي إنه كمية النحل السارح مش بزيادة، تيجي على الخلية هاي كمان النحل ما شاء الله، فهل كل الخلايا بداية الربيع تقوى؟ هذا السؤال اللي احنا بنسأله واللي بنعتمد عليه، واللي هو راح يكون عنوان حلقتنا لهذا اليوم، والجواب تابع معنا عشان تعرف الجواب للنهاية. طبعا إجابة هذا السؤال بتعتمد على انه كيف النحل كان في فصل الشتاء، نحلك كيف كان في فصل الشتاء. يكون النحل متجمعا داخل الخلية، مثل ما بنعرف النحل دائما بالشتاء بيكون متجمع داخل الخلية في كتلة شتوية للحفاظ على درجة حرارة الخلية. هذا الاشي بيعتمد على انه كيف راح يكون نحلك في فصل الربيع. الملكة كمان تقلل وضع البيض، الملكة تقلل وضع البيض في فصل الشتاء، والنحل يعتمد على العسل المخزن للبقاء على قيد الحياة. أيضا عند اقتراب نهاية الشتاء، يعني زي فبراير مارس، في بعض المناطق يبدأ النحل بالخروج بشكل متقطع عند الأيام الدافئة والمشمسة، لكنه لا يزال معظما مقيدا بسبب البرودة. شو اللي بحدث عند ارتفاع أول درجة حرارة داخل المنحل؟ خليك معنا. طبعا اول اشي يحدث عند ارتفاع درجات الحرارة الى 15 درجة مئوية او اكثر، يبدأ النحل بالخروج باعداد كبيرة، مثل ما انتم هون ملاحظين هاي النحل قاعد بخرج باعداد كبيرة. ليش بخرج؟ عشان رحلات التطهير بعد شهور من البقاء داخل الخلية، يخرج التخلص من الفضلات المتراكمة داخل الخلية بيطلعها لبرا. الشغلة الثانية بيقوم بتفقد مصادر الغذاء، يبحث النحل عن الازهار التي تبدأ في التفتح مثل اشجار اللوزيات والخوخ والنباتات البرية. نبدأ بتوسع الخلية، تبدأ الملكة بزيادة وضع البيض خاصة إذا توفر الغذاء داخل الخلية. هسا شو الإشي اللي بحدث جوا الخلية في بداية فصل الربيع؟ يعني الآن داخل الخلية هاي شو اللي قاعد بصير مع بداية ارتفاع درجات الحرارة؟ داخل الخلية هاي إيش اللي راح يصير؟ خليك معنا وتابع هذا الفيديو عشان تعرف شو بصير داخل هذه الخلية. زيادة الحركة النحل داخل الخلية، شايفين شلون حركة النحل داخل الخلية؟ طب شو اللي بحدث داخل الخلية؟ أول إشي بحدث اللي هو تحفيز الملكة لوضع البيض. النحل يقوم بتحفيز الملكة لوضع البيض مع توفر حبوب اللقاح والرحيق، تبدأ الملكة في زيادة إنتاج البيض. كلما زادت الحرارة زادت النشاط داخل الخلية وتزداد في تنظيف الأقراص وبناء شمع جديد. بسم الله، خليكم معانا. شايفين ما شاء الله، شايفين البيض داخل العيون، بعرف اذا واضح بالكاميرا ولا لا. هذا اول اشي ببلش النحل اللي هو يعمله، اللي هو ايش؟ زيادة تحفيز الملكة لإنتاج البيض. هاي زي ما هون انتم ملاحظين ما شاء الله، نحفز الملكة لوضع البيض. هذا اول اشي بصير داخل الخلية مع بداية فصل الربيع. الشغلة الثانية اللي هو جمع العسل وحبوب اللقاح. النحل العامل يقوم باخراج اعداد كبيرة لجمع الغذاء، مما يعني ان منحلك سيصبح اكثر ازدهارا ونشاطا. الان اذا بنلاحظ هون داخل العيون السداسية، هاي ما شاء الله اللمعة هاي شي ببلش انه يجمع بالرحيق. هاي ما شاء الله مثل ما انتم ملاحظين هون بجمع بالحبوب اللقاح وبجمع بالرحيق. طبعا في مشاكل تواجه النحال في هذه الفترة خاصة من السنة. اول شغلة بتواجه النحال هو ممكن انه احنا نحتاج الى تغذية اضافية للمنحل. اذا كانت الازهار غير متوفرة او كانت شح الموارد الطبيعية، ممكن نحتاج الى زيادة في التغذية للخروج من هذه الاتجاه الى حال تنفتح الازهار. بس الان الموسم ما شاء الله، يعني هي اللوزيات فوق هناك، الموسم ما شاء الله ليس بحاجه الى تغذيه، وهي الزهور كامله مكمله. الشغله الثانيه اللي احنا بنخاف منها هي حال فقدان الملكه، خطر فقدان الملكه بعد الخروج من فصل الشتاء، خطر فقدان الملكه
ممكن انه احنا نخسر الملكه بسبب البرد او بسبب الامراض او باي سبب اخر. الشغله الثالثه اللي هي بدايه موسم التطريد، خاصه في هذه الخلايا القويه تقوم بعمل التطريد الطبيعي، هاي الخلايا القويه تقوم بعمل التطريد الطبيعي، هاي هي ثلاث تحديات التي تواجه النحال لخساره النحل. الخطوات اللي لازم يعملها النحال في هذا في هذه الفتره من الموسم، اول شيء التفقد الدوري لخلايا النحل، لازم تتفقد خلايا النحل بشكل دوري. الشغله الثانيه تقويه الخلايا الضعيفه، تحتاج الى مرات لتقويه الخلايا الضعيفه اللي تكون بدارين او ثلاث سلع من الشتاء، يعني زي هاي الخليه تكون بدارين او ثلاث، الان هاي لازم انه نحن نقوم بتقويتها. الشغله الثالثه اللي احنا لازم نعملها اللي هي توسيع الخلايا القويه، شرحنا اكثر من فيديو كيف طريقه توسيع الخلايا القويه اللي ما شافوا يشوفوا. هاي الثلاث شغلات اللي نحن لازم يعملها في هذا في بدايه هذا الموسم. حتى نكون النحالين اللي يجب مع ارتفاع درجه الحراره النحل يبدا بالعرض وقوه النشاط داخل النحل ما شاء الله مثل ما انتم شايفين، ولكن النحال يجب ان يكون مستعد لهذه المرحله لضمان موسم ناجح. هل واجهتم تحديات في بدايه الربيع مع خلاياكم؟ شاركونا تجاربكم في التعليقات واخبرونا ماذا فعلتم في فصل الربيع، بداية فصل الربيع. هذا كان كل ما لدينا، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعم كل القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.